عن أبي رقية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي الكبائر برنامج تكتاتايوش حقيقة هي يا الكبائر سلسلة كتايو كفلنو من نارو بزي كفل قريبا لفوت كفلوش بتلي أسعلفنا جو يا الله سبحانه وتعالى حقا يتملكتو نبرو مالتي تشارل ليلو تشنبوها لمن تقساتهم تمساسي هنارلو أهون قنك أتتا ودي سو حق ويمك سوش حق مكاكل تالاكون حق يمينة كاسل هنا عقوق الوالدين النورالن عقوق الوالدين ولا جوتش لاي مام صمالتنا عقوق ويمعق يمينة ويتوسدو عقوق يميلو قال إلى العلماء مأخوذة من العق وهو الشق والقطع عق كميلو يتوسلنا مسنتك مكورت كميلو يتوسلنا يا لولا جوج ملكام على موال ولا ويم ولا جوج ماسك أي منا كفو سرع مسرات النسون عندما قرأت كالله رحمة قا عندما قرأت سلم التكسنو عق يتبالو مالتنا حق سنتقال يا الله سبحانه وتعالى من مريات صال يا الله عز وجل تزاز ما كبرتتو براسو سميتنا هيوته الوال الله عز وجل بقرآن لاي يهي النقر أبكرو ينقر البتل يولا جوج حق قدائي مالتنا وقضى يقول الله عز وجل في سورة الإسراء كهاي سوست اسكاها مستنكة سلايم الهلال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا الله عز وجل بزيه قرآن قلت لي من الهل وقضى ربك قيتاه والسنوال فردوال أزوال من دنيا والسنو من دنيا الززو من دنيا فردو كتبالا قال الله ألا تعبدوا إلا إياه السنجي ماننا من دات تاملكو ماننا من دات تقزو والسنوال مملك يلبن ماننو الله سبحانه وتعالى بتشانو مجزات يلبن ماننو الله سبحانه وتعالى بتشانو متازز يلبن السنو يسن تنزاز نجي إلى أن دات تاكبرو والسنوال كزاس أزوال فردوال وقال وبالوالدين إحسانا أي وأمر أن تحسنوا بالوالدين إحسانا بولا جوتهم لاي لولا جوتهم ملكام موال اندتولوا يزال إحسانا بلو وسلوا أتنكروني تنقل الله عز وجل للو يسدته للتنيا والساني كسو حق قات هايزو كسدته للتنيا والساني من دنو ألا تعبدوا إلا إياه قال ابو هلمنا وبالوالدين احسانا لاولادكم ملكا من تولولاتهم ازوال الله سبحانه وتعالى تملكت بزو انقص لا الله يتوحيدن قداي يسن بتني املاكنت قداي كاوسانا كانسا بحالا يا اولادكم حق ايايزون يمتكسو ليلا بوتا لا يمنال انشكر لي ولوالديك تملكت انيننا ولادكم امسكن الى الله انيننا ولادكم امسكن وقال بل الى ايه سوره النساء من الى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا اللهم ببتنيت املكو منن من دات تغربت لولادكم ملكا من والو الى الله جل في علاه ويقول
سورة الأنعام لا يقول تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قيتاتشو بنانت لا إرمي أدرقوا اللام ببلاتشو لنقراتشو بلاتشو يما جمرا من دنو بس سلاي من نم لا تقرنو قطلوس وأمر أنت وأمر بالوالدين أن تحسنوا لهم إحسانا لو راجو تشاتشهم ملكام اندتو للاتشو يهزان فيأتي في القرآن في مواضع قرن حق الوالدين بحقه وهذا فيه بيان عظم حق الوالدين والواجب الكبير الذي جعله الله تبارك وتعالى لهما يهي ولاجوتش حق أسايل كناتهم يسن حق كولاجوتش حق إقاء أن لا يأيزونه يسن حق كوسابها لا يولاجوتش قداي أدرايلا أدرى إلى الله عز وجل وبالوالدين إحسانا هذه الكلمة التي طلب من العبد أن يحققها مع والديه تتناول كل بر الله زيبوت علي لو لا جوتشاتشوه ملكام والو لا تشالو علمو اسمن يلالو اتشي قال كباريا الله يتأيقه لبارياو يتأيقه قال أدرق لو لا جوتشي هلو نقر ملكام يتبالن هلو يكاتت ياتقال لنقرن فليس البر المطلوب للوالدين والإحسان المطلوب للوالدين نوعا واحدا أو مجالا واحدا عند مدرك وين بعند الأسلال لما ملكام يوال الله بهلو ملكام يتبالى نجر هلو ملكام جنينات يتبالى نجر هلو زي استيقابات ملكام مهبرا بمرو دمصن زك مادرك لنسو مازن النامرارات مردات النام التبابر بعد تكالاي ملكام يميبال نجر هلو لنسو يقبال إن الزهن نقرد سيفتصم حقن بأقبابه سيوتا كزيفيت يألفون ولتا ما استوصى اللبت ينات اللفات ينات متشقر يولادوت مسك آيات مكرم آيات ما استبنا لب ما لتهلبت لزين الله بل إلى متلا من الأل ووصينا الإنسان بوالديه يسوي اللج ولادوت أدراب لن أبكرا مكرا نوال لمن كتب حملته أمه وهنا على وهن الناتو بدكام لا يدكام كلا أرجز ولت تشكم ولت وفصاله في عامين كسواقا من لككو توت يميت لو لج متبات يمياك ومبه لتامتنا قال الله أنشكر لي ولوالديك لأننا لولا جوتشها مسقن على الله أننا ولا جوتشه لتامسقن ولا جوتشه لتامسقن الجبال وقال حملته أمه كرها ووضعته كرها تشقرا تشنقان يا رجزتشو تشقرا تشنقان يا ولدتشو سلزهم يسو حق يا ولاج حق بطام كبارنا يلاك هنا لزينه الله بقرآن لا يهي النقر ميا وساو يزيه بالا ولتاناتنا الناتر أباتهم اللي هنت باولا ولتاهنونا يكا الله حق قطلو إما ترسو نقر بنور يمات زنقاو نقر بنور يسو لجهوي يهي نيو النقر بنام فإنتندو هنا الله عز وجل يستاوصا ወላጆች እኛን ለማሳደግ እናት ከጸነሰች ጊዜ ጀምሮ እስክትወልድ ጊዜ ድረስ የምታየው ስቃይ ይህ ነው አይባልም በጣም መከራ ታያለች በጣም ስቃይ ታያለች ቆም ስቅላን በልታ ስታበቃ እንደፈለገች መተኛት አትችልም እንደፈለገች መብላት አትችልም እንደፈለገች መሆን አትችልም እንደፈለገች መዝናናት አትችልም የፈለገችውን ምርጣ አትበላም ያ ሁሉ ከልክሏት ያን ሁሉ ስቃይ መከራ አይታ ከወለደችው በኋላ በምጥ ስቃይ ወልዳ ሁለተኛ ላልወልድ ሁለተኛ ላላይ ብላ ወሰና ልክ ልጇን ስታይ በሞትና በሐያት መሃል የነበረችው እናት ዱንያን ሁሉ ትረሳለች ልጇን ብቻ ስታይ ያ ሁሉ ችግር ያ ሁሉ ስቃይ ይጠፋና አንድ ነገር ብቻ ነው የምታስተውሰው ልጇን ብቻ ነው ረህማ ይሸፍናል ትራራለታለች ታዝንለታለች በልቷል አልበላም ጠጥቷል አልጠጣም ተራበ ልጄ ተጠማ ልጄ ታመመ ልጄ ሲያቃስታ አቃስታ ሲራብ ተርባ ሲጠግብ እንኳን አጠግብም ያን ሁሉ መከራና ያን ሁሉ ችግር አይታ የህፃን ልጆች እኛ ስናደግ እንክዳታለን እረሳታለን ይሄን ነው አላህ አበክሮ የከለከለውና حرام ያደረገው قال الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قال ابو هلا من اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما ايه كبار يا فتنا ساعتنا ايه ادغنيا يا فتنا ساعتنا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أدلني هنا تكبر المشكلة. إذا كبر الوالدين دخلهما الضعف وأصبح بحاجة إلى الرعاية والعناية والمتابعة. ولا جت لك سيارجو تلك سيهونو سيشمقلو انكبك كابي يفلقالو تقست يفلقالو كتتل يفلقالو يزنجزي اللي جي فتنا اليبلت. من على الله إما يبلغن عندك الكبرى ارجنا أنت زندبت على التوقزي وإما دمو ارجنا لا يدرسو أنت قاك هلو أحدهما أو كلاهما كهولتان داتش ولا جوتش وإما هولتهم ارجنا يزواتش أنت قاك درسونا أنت لا يكودكو فلا تقل لهما أف هيوت يتوقنوا عند سو كتنكره بحالا مدكمو يقدنو انيا الناسو بتش عدلهم انيا ميان نتعفنتان من نكتلو هسان نبرن انادقالن يهوني ادمير كلاي كدرسن بحالا انادقالن ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة كتنكاري بحالا دكمة النار جنان يا متال وهكذا سلزي الله عز وجل منال اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أفن داتلاتشو. هذه كلمة يؤتى بها للتضجر والتملل مسلشة مربش يميملكت قالنو خلاص وستي تجنان قال مالتنو عند سويهن قال مياوتاو وستو كتجنانك وستو كتمارربو حلا لبو مسلشتنا عند نقر مر كالو حلا مجرشا يمياوتات قالنات أفويلا ويمثلا أجلا هي مجرشا شاكان. الله عز وجل الزيه درجة لينكوان اندى الدرس اوف اندى التلاتشو اناتهن اباتس يسك ايو يهنكار على وطم انت بمين كباكبو قزي اذن ممار رهن يمياساي مربشهن يمياساي مسلتتهن متاكتهن يمياساي قال اندى التاسماتشو ولا تنهرهما اتتشاتشو اتوغزاتشو دمصن كفادرك النهر يقولون هو الزجر ورفع الصوت العالي دمصن كفادرغو متجتن اتاكم انت انت اي غباهم انت اتسميم من اينت سوچ ناتشو من اينت فطروچ ناتشو انداندي مندي منلاتشو لراساچن ميبجنن سينغرون لراساچن ميتقمنن سينغرون نا سينون الله من قال انداتامناچقواچو انداتتشاتشو انداتچوباچو حتى طفات مكوانا أطفتو لما رم بتفلق حتى شرك مكوان بيسو مالتنا. قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم أنتم ما اتاكون شرك بالسرى بقفافه النابي أن نساسوه بيتاقلو فلا تطعهما اتتعززات شون جيالو الله عم صبات شو في الصميتين يونم مما يتكبر على الميال بشرك قد يكمتو يهن وند شرك من يهون ليلة وانجل سراك قالو اتسرام اتسمام يا الله تزال سلامي والتزيبو تالي بيهونم يهن وانجل مكان يسرو كاقين يا أولا قز من قدات شن إليا لك نبي الله إبراهيم أباتات شون لال يا أبتي يا أبتي يا أبتي أباتي أباتي هوي ولا جاباتي هوي يالو يا أبات النت سميتات شون إينكو نبرا من سيادرقو ينبرو دعوة سيادرقو ينبرو لولا ولا جوت شاتشنم دعوة من نادر قبت من قد الناسلت بالزهن وهون يالبت. قال الله وصاحبهما في الدنيا معروفة شركم كان ودا شركم كان بيطرو اندا تتعززاتشو شركن اندا سما بليلاو يهوتس گداي ملكام گادنيا هونلاتشو قال الله عز وجل قال ولا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما شرنت يتمولاو دس يمين ملكامنا يا مار نگگر انتناگراتشو الله عز وجل كريم نيالو يتكبر نغغر ملكام يهن نغغر ودنيان ستاناغر كمت مرطو قالات يبلطه فكرنياهن مستن ستاناغر كمت مرطو قالات يبلطه متكبراتو ليلوتن سوت ستناغر كمت مرطو قالات يبلطه قال مرطلاتشو وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه للنسو قال له اذنتنا رهره يتنسى يذنت كنفن زرقالات الى الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بل جنت تنكباكبوا زي درجه لا يابقون الناس يصدقون سلهون اذن لاتشو جيتا يبل الله لمن الله انت ما صنلاتشو اندا تامصباتو الى الله عز وجل
ብትንከባከባቸውም እንኳን ያ አብደላህ ብንንከባከባቸውም እንኳን ብትንከባከባቸውም እንኳን እኛና እነሱ ወላጆቻችን ለኛ ያላቸውን ክብካቤ ባደገልኝ ለቁም ነገር በደረሰልኝ በኖርልኝ ያን ነው የሚንከባከቡን እኛ ግን እንንከባከበው والله فالله المستعان من بلن نو لمجلاجلس بموته متي بموتك متي بموتي يالنا نسال الله السلامه والنجاه وقال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حسنا لولادوتو ملكا من ديول ادرا بلنا يسول لج الى الله سبحانه وتعالى ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فذكر منها عقوق الوالدين متفق عليه سلتلالك وانجلوك لنقراتش هنا بلو رسول صلى الله عليه وسلم كتناقروت أندو يولاجوك حقنو ولاجوك لا يمامس كتلالك وانجلوك أندو بلو نتقصت رسول عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين يا الله دستانا وديتا يالو بولاجوچو وديتانا دستانا نسون كاس دستا نسون كاس ودده يا الله سبحانه وتعالى وديتا تچروال تلقصال مالتنو وقال عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع ولاج يجنت مكاكلن يانا مرت برنوال كفلك يهن برهن تبكو كفلك يهن برهن تالو تو تكسر اللهن تالو صححه الترمذي وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وجاءه رجل يستأذنه في الجهاد معه عند سو نبيات صلى الله عليه وسلم زند جهاد لما درق ليسفك لا تشومتا فقال أحي والدك ولا جوت شهبه وتألنا بلو طيقت أوال قال ففيهما فجاهد كيد انقليه الناس به وتألوا رل بالناس لا يتاقل تواق عنجي جهاد ممتعت يلبهم شوف جهاد دين المكلاكل بالنس ينسون حق بمتقبك تاقل الزاهدة كمكلاكل يبلت ينسو حق يبلتالي بسال هذا هو إسلامنا يهنو ديناتنا لله الحمد والمنا وقال أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك يناتهن نقر عدرال ولا جاباتهن اهتهن واندمهن كرب زمدتهنم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسعر بزهم حديث لي رسول عليه الصلاة والسلام منالو يميكتلوا سوى الجنة عقابهم عندنا ولا جدتنا يميامسوا هلتنا يميمسعدك لسوم الكام سراسرت يميمسعدك سوستنيا خمرن نزوترو يميتتا عردتنيا سحرن دقمتن يميامنال وقال عبد الله عمر رضي الله عنهما يولا جوتشن حق بما اسم الكت ويمكزاقا ايايزو يتقسو حديث هي حديث يولا جوتشن حق كبدت يمياساينو لك إن داس هلفنا تشو ليلة تم حديثه تشول نبي عليه الصلاة والسلام زند عند أعرابي متانا يا رسول الله ما الكبائر على تشو تلك وانجل مبالو من دنو قال الإشراك بالله بالله لا يما قاراتنا قالت قال ثم ماذا قال ثم عقوق الوالدين بولا جوتش لا يما مصنالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذاس من الناس الى تشو قال ثم اليمين الغموس وعنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا يدخل الجنه عاق ولا مكذب بالقدر ولا جت لا يامص جنه اي غبام قال الرسول عليه الصلاه والسلام ويقول لا يزي ولد والدا الو ولا لج ولا جن يوالالتن ولالتالي من الدائج لم إلا يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه باريا هنو أقنتو قستو كبارنت نزع موتات إدل كالاقن يبستكر لمن الدائج أيج لم قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم يوالاجو تحق فتعم يكبرنا من العبادة لا يمكن بالنهن لزي بزي لا أن تاريك تقشي لا تنك جريج العابد من البال متاوق عابد زاهد الله بمفرات متاوق سو نبر في القديم بني إسرائيل قزي إيه عابد النات نبرتشو
እናቱ በጣም ተወደዋለች እናቱንም ይንከባከብ ነበር ዒባዳ መስሪያ ቦታ አዘጋጀና ሰው ማዓ ኸልዋ ነገር አላህ ንዛ ላይ ይገዛል ወላጅ እናቱ 3 ቀን ሙሉ ፈልጋው አንድ ቀን መታ ፈልጋው ስጠራው የለም ሰላት እየሰገደ يا ربي امي وصلاتي كيتاي هوي صلاتين شالኛል እናቴን ይያለ በጣም ተጨናነቀ መልስ አይሰጣት ሄደች ሁለተኛውም ቀን ለክ መታ ስጠራው ሰላት ላይ ነበር ተመሳሳይ ነገር ገጠመው ሶስተኛ ጊዜም እንደዚህው እናትየው ምን አለች ጌታዬ ሆይ የዝሙተኛን ሴት ፊት ሳታሳይ አትግደለው ብላ ዱዓ አረገችበት وهو في العباده ለበለው ሚገዛው ማንነው الله سبحانه وتعالى ዛሬኛ ፊልም ያየን ወሬ ከጓደኞቻችን ጋር ያወራን በዋትስአፕ በኢንተርኔት በፌስቡክ እና በመሳሰሉ ዘመናዊ መሳሪያዎች ቻት ያደረግን ከጓደኞቻችን ጋር ከአንዱ ጋር ከአንዱ ጋር ያወራን እንደልባችን ይሆን እናት ወላጆቻችን እናትና አባቶቻችን ሲጠሩን ማንሰማስን ሰዎች አለን የኛ ነገር እንዴት ሊሆን ነው ከዛ ወሬው ተነዛ ታዋቂ አቢድ እንደሆነ በከተማው ላይ ይታወቃል جريج عابد وجريج راهب وجريج زاهد يتبال ينقر لتال عنده مدنقونا من نقرون سسما عنده زموتن يا سيتني الله الله شو لفتنه ينسوي يسمون معطفات اللبن عليك بتعم التامر سيتنا هيدت شلت يا عبادة وبوتا باللبت بوتا ما ننبل اللبت هيدت شلت تمشرا تشلما زربوا لما لاياتم دن تعمل ستاتم بتعم تناقوا يملا تنادرج بشكت الزاكابي የሱ ኸልዋ አካባቢ መጥቶ የሚያደር አንድ ረኛ ነበር ለሱ ተመቻቸችለትና ዝሞት ፈጸመች ወልዒያዘ ቢላ ከዛ ጸነሰች ወለደች ለሰው ምን አለች እሱ ነው ከሱ ነው የወለድኩት አለች ከጅራይት ሰዎች መጡ ምንም አላጣሩ ማወጡ ከተከቱ ተፈጠፉት ቤቱን ኸልዋውን ዒባዳ የሚያርግበትን ቦታ አፈረሱበት ምንድነው አላቸው ምንድነው ታሪኩ አጭበርባሪ ዲነኛ ነህ ብለን ስናበቃ አንተ ለካ እንደዚህ ታታላለህ ሰውን ዝሙት ትፈጽማለህ ያውም ትወልዳለህ በአደባባይ ከዝሙተኛ ሴት ጋር ተገናኝተህ ያው የአደባባይ ምስጢር ያን ሆነ መሰለህ እንዴ ብለው አሉት ምንድነው ነገሩ አላቸው እንዴ ተፈጥሯል አምጡት ልጁን አለ እስኪ አመጡት ድረስ ሁለት ረካ እንዲሰግድ ወይም ሰላት እንዲሰግድ ፍቀዱልኝ አለ ሰገደ ልክ ልጁ መጣ ህፃን ልጅ ነው የታቀፈን ቃል ባላ ያለ ልጅ ነው ሆዱን ነካውና ማነው አባት አለው አባቴ እረኛው ነው አለ የቡኻሪ እና ሙስሊም ላይ ተገለጸ ሐዲስ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 3 ልጆች ናቸው በልጅነታቸው የተናገሩት ብለው ኢሳ አለይሂ ሰላም እና ይሄን ልጅና ሌላ 3ኛ ሰው ነው የጠቀሱት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛስ ከተናገረ በኋላ ሲጠይቋት አው እንዲህ ነው አለች ይቅርታ ጠየቁት እጅግሩን መሳም ጀመሩ በወርቅ እንስራለህ ቤትን ሲሉት ላ በነበረው እንደነበረችው በጭቃ ገንቦልኛል ገንቦልለት ተመለሰ ايه تاريخ لمن دنيت فلقو يا ولاجوج حق الله ان يتجزا انكم كون عند سو يا ولاجوج حق من هاي كبار اندهونه طبعا فرض صلاه اهل العلم سنه صلاه يسر يسجدن كون سنه صلاهن يسران كون ولاجوجاتن كطرون انا نو قالون اقومن اقوارتن ينسون طري مسمات اندالبن ياسيال يا ولاجوج حق بتام برتونا تنكارا نو بنزي تنش دقيقات بتام يالق ادلم الله سبحانه وتعالى بسمانه تتقامي شادرغن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا منزل الايات والفرقان بيني وبينك حرمه القران اشرح به صدري لمعرفه كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك ان خاف الله رب العالمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نصيحتي إسلام يوكت لهلهم